السلام عليكم. هذا جهاز تبريد السيارة المختبري. طبعا جهاز يتكون من عدة من 4 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو الكمبريسر. هذا الكمبريسر اللي هو من النوع المفتوح open type compressor، وبالحالة الطبيعية الكمبريسر مال السيارة ياخذ الحركة من محرك السيارة بواسطة السيارة قايش. بما انه هذا الجهاز جهاز مختبري فاكو محرك كهربائي اللي هو هذا يحرك لي الكمبريسر عن طريق القائش السيارة. الجزء الاخر هو الكوندينسر اللي هو هاي الشبكة والمواد الحرارية هيت اكسشينجر اللي اكو مروحة تجبر الهواء على المرور على الكوندينسر. اكو جزء اخر هو سمى ريسيفر دراير اللي هو خزان السائل اللي وظيفته خزن وتنقية ماء التبريد من الشوائب والرطوبة. بعد ذلك ماء التبريد يروح لجهاز التمدد اللي هو هنا من نوع ثيرموستاتيك، نوع ثيرموستاتيك اكسبانشن فالف صمام التمدد الحراري. بعد ذلك ماء التبريد يروح للجزء الاخير اللي هو الايفابوريتر اللي هو هذا ايضا مبعد الحراري وبيبلور يدفع الهواء على كابينة. الكابينة هنا اكو اجزاء ملحقة اللي هو هيتر لغرض استخدام عند التدفئة. طبعا الجهاز يحتوي على عدة مقاييس، مقياس الاندور الاوتدور تمبرتشر درجة حرارة خارجية، المقياس الاندور تمبرتشر درجة حرارة داخلية، وكذلك يحتوي على اللو بريشر مقياس لقياس الضغط الواطي ومقياس لقياس الضغط العالي الهاي بريشر. صراحة نشغل الجهاز. هنا نشوف درجات الحرارة الاوتدور تمبرتشر 16، الاندور تمبرتشر 15.3، هذه هاي مقياس كنا الضغط، قيس الضغط العالي هاي بريشر، هذا مقياس الضغط الواطي، وهذا الكمبريسر، مثل ما قلنا، محرك كهربائي.